اهلا وبركاته، احييكم النهارده في حاجه مهمه جدا اللي هي السياحه الزراعيه. معالي الاستاذ صالح بقى يحكي عن الموضوع ويتكلم كده ويقول لنا الموضوع ازاي. مرحبا مهندس، حياك الله. عرفنا بنفسك يا فندم، وبعد كده احكي لنا عن المشروع بصفه عامه كده. صالح الماجد صاحب المزرعه هذه. المزرعه عباره عن مطعم يفتح 24 ساعه. داخل المزرعه كل ما تحتويه المزرعه موجود هنا، وضفنا عليه برضه الزراعه المائيه، فيها أسماك، في عندنا حيوانات أليفة، في عندنا أشياء كثيرة. بإمكان المهندس ناخذ جولة بعد شوية إن شاء الله، نصور نتاخذ صور تكون واضحة، نتعرف على المكان وبعد كده ناخذ جولة. ديت عندنا هنا هي البحيرة المائية. طولها كم البحيرة المائية دي في الصلاح؟ هذه طولها 350 متر. فيها النيل، فيها الأسماك، أسماك هذه البلطي، فيها أسماك الكارب، فيها انواع ثانيه برضو من الاسماك. في عندنا اسماك الزينه ملونه موجوده برضو. تمام. هذه عباره عن شلال مائي. يعطي ارض منزل الاحساء، انهار الاحساء سابقا. وهنا الشاليهات عباره عن بتكون من ايه الصلاح؟ الشاليهات غرفتين وصاله ومسبح، وحاليا ما بعد تم تفعيلها يعني. لكن منطقة المطعم هي اللي مفعله. والميزه هنا في المزرعه ومطعم المزرعه اللي هو شغال 24 ساعه شكل الصح معنا 24 ساعة. تقدم وجبات الفطور والغداء والعشاء، بالاضافه الى ان جميع الاكلات طازجه ومن المزرعه. جميله. الاغنام عندنا نعيمي بلدي ومن المزرعه، يعني الاغنام عندنا نجيبها تتربى هنا ثم ندخلها للمطعم. الابغار، حليب الابغار طبيعي عندنا موجود. كثير من الاكلات راح تكون انتاج اكلها في المزرعه. عندنا مكان الاكلات الشعبيه، الاسر المنتجه ينتجون اكلات شعبيه الاحسائيه. والمكان قدامك ان شاء الله، ناخذ لفه في المكان ونشوف في الدنيا فين ونتعرف مع بعض على المزرعه. بجد يعني كمهندس زراعي انصح اي حد يجي هنا كسياحه زراعيه، وده مشروع من توجهات المملكه وحاجه كويسه جدا جدا جدا. نسيبكم بقى مع المكان وناخد المكان جوله كده. هنا هنلاقي ده مدخل مدخل المزرعه زي كده، ناطوره ده المدخل. منطقه ديت كده منطقه المطاعم اللي احنا شايفينه كده. ده كده منطقه المطاعم، دي منطقه الاستقبال، وهنا منطقه المطاعم. ده المدخل، حاجة محترمة جدا، والمطاعم. المدخل بتاع المزرعة كده اهوت. ده المدخل، ده الباركينج. تلعب اطفال قدام الاستراحات، يعني ديت الاستراحات اهيت، وديت منطقة قدامها منطقة لاندسكيب ومنطقة العاب اطفال. والجو هنا حاجة روعة جدا 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 جدا. مطعم المزرعة، وهنا نافوره لاسماك الزينه زي ما احنا شايفين كده. اسماك الزينه اهيت قدامنا، وديت النافوره بتاعت اسماك الزينه، وده المكان اللي فيه النافوره بتاعت اسماك الزينه. والسمك الوضع بتاعه بسم الله ما شاء الله ممتاز، والدنيا كويسه جدا جدا جدا. وبرده نلف واحده واحده ونشوف الدنيا فين موجوده معانا. منطقه الجلسات الخارجيه اهي، منطقه زراعيه زي ما احنا شايفين كده اهيت. كل هنا منطقه زراعيه، ممكن زراعه وبيع للجمهور بشكل مباشر. احنا شايفين اهوت كل ديت اراضي زراعيه، ممكن تزرع وتبيع للجمهور بشكل مباشر. هنا زي هما زارعين حاليا برسيم فقط لا غير، بس هنا تنفع تنزرع اي خضار اي حاجه. والميزه هنا زي ما احنا شايفين كده ان في جبال وفي قعدات هنا بره، ونشوف بقى الحيوانات ونشوف الخير ونشوف الحاجات دي كلها. شايفين كده اهوت قدامنا كده، ده حنطور بيلف داخل المزرعه، والفتره الجايه ان شاء الله هيبدا يطلع بره. ما بين المزرعة وبعضها وما بين القطع الزراعية، ماشي زي احنا شايفين. كل ديت مساحات دي كلها اراضي زراعية. ده برج حمام، ده برج حمام قدامنا اهوت. ديت اهيت حمام محطوط برضو هنا، يعني حاجة محترمة جدا. ده برسيم مزروع، فيه نخيل خلاص. ده الشكل بتاع المنطقة. ديت منطقة ركوب خيل وفروسية،
هنا أماكن للطيور، هنا حمام، فراخ، غزلان، مش عارف غزلان معيش، اعذروني، ديك الرومي، البط. هنا طيور ونباتات طيور سيناء، وزي ما قلنا هنا منطقة الفروسية وركوب الخيل. دي كده منطقة الفروسية وركوب الخيل اهيت. ونيجي هنا ديت منطقة حيوانات، أبقار وماعز وأغنام نائمة. الأغنام النائمة اهيت، بس عشان احنا بالليل بس فالجو مش مساعدنا. وبكده احنا ديت مشروع يعني سياحة زراعية وحاجة محترمة جدا جدا جدا، ممكن تبقى ديت نواة لكتير جدا يبدأوا يشتغلوا او نبدأ نفعل الموضوع ده في الوطن العربي. وفي اقبال جماهيري كبير جدا جدا جدا، ده في محافظة الاحساء. ويعني اسف جدا للاطالة على حضراتكم، ويا ريت لو حضراتكم وصلتوا معانا للفيديو لغايه هنا ادعمنا بلايك واشترك معانا بالقناه عشان نوصل لك ونجيب لك كل ما هو جديد في عالم الزراعه من كل الاتجاهات. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واي حاجه نتناقش مع بعض تحت في الكومنتات، وشكرا.